السلام عليكم، تحية للناس يرحمنا واحد واحد، للكبار للصغار للعيالات للرجال. واليوم الحمد لله ما عمرني ننسى خير ديال رحمنا والناس المسؤولين واللي كيحبونا لله بلا طمع بلا خوف بلا والو، كيحبونا لله انا وهاد المرأة ديالي، وداروا لي التكريم. وانا اليوم ما نكذبش عليكم، حياتي كلها كانت صراحة معاناة، واني اليوم بحال يلا خلقت من كرش امي وعرفت كيحبونا الحباب لله تبارك وتعالى. تحيه لكم وتحيه للسي فريد اللي هو كيسهر على قبلي ودير معايا ودير بالو معايا، وتحيه كبيره من الروح من الدم من المحبه الله للسي عماد سي عماد المعطاوي. تحيه لي وتحيه للعائله ديالو على الاستقبال وعلى الفرحه اللي فرحتوني انا وجيت وما كنتش كنظن ببالي، حين نساوني ما عمرهم داروا لي التكريم. واليوم تحية بزاف خوتي احبابي اخواتاتي بناتي الشباب الزوينين، تحية لكم الناس ديال البلاد. احساس ديالنا زوين الحمد لله، ملي هاد الناس شرفونا وكبروا بينا وداروا لنا التكريم انا والراجل ديالي. وتحية للناس المسؤولين وتحية لعماد المعطاوي مدير المهرجان، تحية لك بزاف. هذه الدورة الثالثة شاركنا فيها وفرحوا بيا أول مرة الناس ديال بن قرير والسيد المدير والأساسيد، وضحكوا في وجهنا وتهلاو فينا وعطونا إحساس راهي بحال يلاه تزوجت بهذه، نشوف فيها دايرة مدادر بحال سودورة ديال البغال، واش غدير هادشي فيها؟ احنا فرحانين، عندنا إحساس قوي حين تحية الناس بن قرير، احنا عندنا إحساس قوي وفرحانين ونبغي أي جمعية أي ودادية أي إدارة وهي تمشي مع بن قرير في هذه الفكرة، وراها فيها الخير للوطن والبلاد. جمعيات الابتسامة، شكرا لكم بزاف، وتحية للناس بن قرير وتحية للمسؤولين وتحية للسي فريد من النكتة اللي هو صديق ديالنا وكيحبنا لله وحنا اعتبرنا بحال والديه. واليوم حنا فرحانين بزاف وما قدرناش الفرحة ملي هاد السيد قديم في الدومين، الحلقة المهرجانات سهرات وما تفكروا تا واحد ما دار لي التكريم، ولكن تحية لهاد الناس اللي كبروا بهذا الراجل هذا وداروا لي التكريم وحياو، كانت نسى ولكن حياو، وتحية لهم بزاف من القلب، وراكم عزاز وغالين. وكنقولوا للجمهور ديال بن قرير ساندونا وتابعونا، الله يجزيكم بخير، ديما الجديد ان شاء الله.